دائما الأجواء تبقى مشمسة تماما بكل ربوع الوطن، لكن سحب كثيفة سفلى ستنتشر على المرتفعات الداخلية الشرقية مرفوقة ببعض الأمطار على السواحل الشرقية. نشاط رعدي فيما يخص مناطق الجنوب الغربي للوطن، الصحراء الوسطى مرفوق ببعض الأمطار الرعدية فيما يخص المدن التي تقع بأقصى الجنوب الجزائري ومرتفعات الهجار والتصيلي. خلال هذه الليلة ولصبيحة الغد درجات الحرارة الدنيا تتراوح ما بين 19 إلى 25 درجة بشمال الوطن، لن تتعدى 30 بشمال الصحراء، 31 درجة فيما يخص إليزي إنكزان، 32 درجة ببرج بج مختار، إن صالح وتندوف، 34 درجة بأدرار، لتقارب 26 درجة بتمنراست وجنت. ظهيرة الغد بحول الله سيكون في ارتفاع لدرجات الحرارة القصوى بالغرب الجزائري، لتقارب 41 درجة بغريزان شلف ومعسكر، 39 درجة بتلمسان، 37 بوهران مستغانم، 34 درجة بالجزائر العاصمة باتنا، 36 بتيزي وزو، 32 درجة بعنابة سكيكدا، 33 درجة بقسنطينة الصيف والجلفة، لن تتعدى 41 بشمال الصحراء. نفس المقياس بإليزي، 45 درجة بإن صالح أقصى الجنوب، وعلى مقياس هذه المرة سيكون بأدرار مع 47 درجة تحت الضئ. للملاحة والصيد البحري، البحر سيكون هذا على السواحل الوسطى والغربية، سرعة الرياح لتقارب 20 كم في الساعة، يمكن أن تشتد على السواحل الشرقية لتقارب 40 كم في الساعة. هذا بالنسبة لنهار الغد. بالنسبة للأيام القليلة القادمة، هذا يوم الثلاثاء استقرار تام للوضعية الجوية، الأجواء مشمسة تماما بكل المناطق الشمالية والجنوبية عدا تشكل بعض السحب الرعدية مرفوقة بأمطار فيما يخص أقصى الجنوب الجزائري. درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 41 درجة بشمال الوطن، 40 درجة بشمال الصحراء، و 40 درجة بأقصى الجنوب. يوم الأربعاء بحول الله الأجواء دائما تبقى مستقرة، لكن نشاط رعدي سيميز إذن المناطق الداخلية الغربية، دائما مرفوق بأمطار رعدية بأقصى الجنوب الجزائري. أما عن درجات الحرارة القصوى ستبقى في استقرار بالشمال والجنوب. يوم الخميس بحول الله النشاط الرعدي سيكون إذن أكثر فعالية وأكثر نشاط، مرفوق بأمطار معتبرة بأقصى الجنوب الجزائري مع خلايا رعدية دائما منعزلة بالمرتفعات الداخلية الغربية. سماء صافية تماما بالمدن الساحلية، المرتفعات الداخلية الوسطى الشرقية شمال الصحراء بالصحراء الوسطى، درجات الحرارة القصوى لن تتعدى 41 درجة بشمال الوطن، 40 درجة بشمال الصحراء، و 46 بأقصى الجنوب الجزائري.